تل يعني ما تنزلش يعني احنا مش اخر طيب كنا متفقين عليه قلنا ان احنا هنعمل المسافات كان مجرد صح؟ لو تتذكر قبل البريك قلنا ان احنا هنعمل ايه؟ المسافات كان مجرد. طيب ايه هو المسافات كان مجرد؟ المسافات كان مجرد اللي هو انا اقول لك ان انا معايا مفهوم اهو المفهوم ده لده ليه؟ كذا ايه رايك يا استاذ لو انا بتقول في دول المعدات معدل 2 3 المعدات دي تمثل مين؟ الموديل يعني ايه تمثله؟ الموديل ده لو اديته داخل اكس هيطلع حاجه اسمها واي المعدات برضه لو اديتها داخل مش اكس نفس الثاني لازم تطلع حاجه اسمها واي واي يبقى المعدات الرياضيه ديت تمثل مين؟ السيستم ده المعدات دي بقى وظيفتنا المحاضره دي في المحاضره اللي جايه ازاي؟ ازاي ايه؟ اجيب المحاضره اللي جايه مهمه لان انا هجيب الموديل وافكه قدامي وهعمل له مسافات كان الموديل قدامي فك الموديل يا شباب. طيب احنا لازم نتعلم ايه بقى خلال المحاضره او الجسم الايه دول؟ اول حاجه اللبلاس والانفرس اللبلاس. بعد ما نجيب اللابلاس والانفرس اللابلاس هنجيب حاجه اسمها ترانسفير فانكشن. بعد ما نجيب الترانسفير فانكشن هندرس الترانسفير فانكشن واللابلاس على مجموع سيستم مختلف من الحاجات اللي احنا خدناها في الامثله اللي فاتت. بعد شويه هنروح جايب الالكتريكال والميكانيكال سيركت. بعد كده لو السيستم نون لينير نون لينير مش لينير ازاي نعمل له لينيرايزيشن؟ مش كده؟ طب يلا نبدا. أول حاجة إحنا إزاي نعمل موديل لأي سيستم قدامي، يعني أنا قدامي موديل قدامي مروحة قدامي قلم قدامي بريزنتر قدامي أي حاجة عايز أعمل لها مسافات الموديل. قال لك عندك بكتيريا هندسة تعمل لهم مسافات الموديل. أول طريقة إن أنت تشتغل على الترانسفير فانكشن بس فين؟ في الفريكونسي دومين. تاني طريقة إن أنت تشتغل على الستيدي سيتويشن بس في التايم دومين. يبقى انا عندي طريقه تشتغل في الفريكوانسي وطريقه ثانيه تشتغل في التايم. احنا هنركز على مين؟ على الفريكوانسي دومين. احنا هنركز على مين يا شباب؟ على الفريكوانسي ايه؟ دومين. طيب اول طريقه او اول ستيب علشان نحصل على المسافات بتاعت الموديل. قال لك اول حاجه القوانين اللي انت خدتها في الكهربيه هتطبقها كلها. وانت خدت قوانين ايه؟ قال لك مثلا افترض جدلا مثلا عندنا دايرة كهربية زي دي من ار ال سي، فاكرين الكهربية ولا ما فيش كهربية؟ بتاع مين؟ دكتور عصام. عصام مين؟ عصام دكتور عصام دكتور ابراهيم عبد الحميد. حلو. ما خدتهاش؟ ماشي. هنخليك فاكرها لوحدك. طيب هندسة لو أنا قلت لك حلل الدايرة دي حفل التيار والضغط بتاع كل كومبوننت تعرف؟ سهلة؟ أظن دي خدتها في الكهربية. هو المسافات كان موديل واللابلاس هيعتمد على الطريقه دي. طب هندسه انت هتطبق ايه؟ قال لك انا ممكن اطبق او قانون او وزميلك قال انا ممكن اطبق قانون كش وزميلك قال انا ممكن امسك اللوب ده واقول مجموع القوود اللي جواه بتساوي زيرو. زميلك قال انا ممكن امسك اي نقطه واقول ان مجموع التيارات اللي داخل تساوي مجموع التيارات اللي ايه؟ مش دي كلها حتى في الكهربيه؟ هي دي القوانين اللي احنا هنطبقها. ده لو كان السيستم ايه؟ الكتريكال سيركت. طب لو كان السيستم بتاعك مجال ميكانيكال سيستم ها زي كده انا غالبا انا حسبته من المكنه غالبا انت لو دورت في كل الدكاتره اللي شرحوها قبل كده هتقول بياخدوه بس انا هحسب ده من المكنه ماشي حاجه كده مش مرتاح له مش مرتاح للمسير او مش مقتنع ان هو هيفيدك بدرجه كبيره انا لازم معاك انت اللي يحكي. طيب لو احنا بنشتغل في الميكانيكال سيستم ده قال لك على طول هنروح لنيوتن قوانين نيوتن وقوانين نيوتن لو انت فاكرها في الفيزياء بتاعه ثانويه عامه اللي انت كنت شايف فيها مش عارف جاي فيها 30 من 50 والكلام فاضي زي كده هتلاقي نفسك كنت بتجمع الفورس وبتجمع الفورس تمام بس برضو انا هسيب من القوانين دي كلها لان انا مش ناوي ادخل فيها انا عن نفسي مش ناوي ادخل فيها. طيب بعد ما نجيب سواء الميكانيكال سيستم او الالكتريكال سيستم ونستخدم قوانين اوم وكيرشوف هنجيب علاقه بين الخارج ومين؟ والداخل. دي اللي احنا هنسميها بعد كده ترانسفير فانكشن. دي اللي هنسميها ايه؟ ترانسفير فانكشن. ايه هي ترانسفير فانكشن؟ او تعليم. تمام؟
الاوتبوت على الانبوت هو ده يا باشمهندس الكولومسيفي فانكشن، هو ده الماثيماتيك انبوت. شفت نص المحلل كده؟ هو ده مين؟ دي الماثيماتيك انبوت. ايه عارف كده سوء؟ طيب زميلي بيقول لي طب احنا خدنا في الرياضيات معادلات تفاضليه كتير، وكل شويه كان الدكتور بتاع الناس يقول لي افترض ان السيستم عن نفسه في المعادلات دي، نروح نزعل شريط معادلات كده ما نعرفش اقولها من اخرها. قال لك من ضمن الطرق اللي انت تقدر تعمل بيها ماثيماتيكال موديل هي الديفرنشال ايكويشن. هي الديفرنشال ايه؟ بس يعني بس للاسف ساعه ما هتشوف الديفرنشال ايكويشن قدامك هتلاقي نفسك مش عارف تشتغل. ليه؟ صعبه في الاناليسيس. وهديها لك دلوقتي. تمام؟ هديها لك بس هعمل عليها جامب كده بس هوريها لك. مش عارف تشتغل. طب هنعمل ايه؟ قال لك استخدام دبلاس حولها لصيغه ثانيه تعرف تشتغل عليها. انا هقول لك بس ليه؟ عشان نحول التفاضليه لصيغه، صيغه شغاله في التايم دومين نقلبها للاس دومين. انا مش عارف اشتغل في التايم. صعب. الاناليسيس بتاعتك صعب. يعني نديك معادله مثلا واي دبل دوت زائد 2 واي دوت زائد 5 واي زائد 6 زائد 7 يقول لك بيساوي 0. هات لي كنت واحد. بصيت كده يا عم. انا اعرف واي 1 زائد واي 2 واي 3 زائد واي 4 لكن تقول الواي دوت واي دبل دوت واي 3 دوت طب ودي ان شاء الله كلها ازاي؟ فاهم الفكره؟ طيب يبقى انا هستخدم الدبلاس عشان احول من التايم دومين لمين؟ بعد ما نحول للاس دومين هيبقى انا كده طبقت مين؟ لابلاس. طيب يبقى تعالى نبدا بمين؟ بلابلاس. فاكرين لابلاس؟ بيحول لك السيستم من التايم دومين للاس دومين. بيحوله ازاي يا هندسه؟ قال لك افترض ان انت عندك داله في التايم دومين اسمها اف او تي. داله اسمها ايه؟ اف او تي. اف او تي اديها اي حاجه 5 تي تربيع زائد 6 تي زائد 7 زائد 8 زائد 9 ادي اي حاجه في اي اتجاه، المهم ان هي تبقى داله في مين؟ في التي. عايز نخليها داله في الاس. عايز نشيل كلمه التي دي ونخليها داله في مين؟ قال لك عادي خالص، طبق عليها مين؟ لابلاس. طبق عليها؟ لابلاس. مش مهندس، لما تطبق عليها لابلاس يبقى الداله اف او تي حولت لمين؟ طب لابلاس بقى هيعمل فيها ايه؟ قال لك هيكملها من زيرو ما لا نهايه الداله اللي انت جايب معاك اللي هي اف او تي وهيضربها في مين؟ اي اس سالب تي اس دي تي. يبقى اي داله عايز تحولها من الطيب من اس دومين على طول يا هندسه تكملها من جنب لجنب زيرو ما لا نهايه نفس الداله تضرب في اي اس سالب تي اس اي اس سالب اس دي دي تي. حلو كده. يلا يا هندسه بقى ورقه وقلم كده. لا انت مش شفتوا اللي عملته اللي جاي كله مرسوم بايدك انت. بالله عليكم يا جماعه بالله عليكم في نوتس كده بتتباع في المحلات السوبر ماركت والمحلات البقاله ديت وانت بتشتري الترمس والبستان يبقى اشتريها نوتس صغيره كده مش لازم بقى في كل سنت وكده اي نوتس صغيره كده عشان تحل فيها عشان انا شايف كده قدامي شكل مش عاطل كل واحد قطع ورقتين من بتاع الطعميه اللي هو شاري منه السوبر ولا مش عارف ايه. يلا يا جماعه الداله ايه في اي اس سالب اي تي يو اف تي حولها لي الاس دومين هي دي الداله اللي اسمها اف اف تي. يلا عايز مين هي على الاس زد ايه هي الاس زد بس انت لازم تيجي تعوض خلاص خلينا نعرف مين معاك مين اللي أول مرة يدخل كرسي الأشهر يعني؟ مين اللي خد قبل كده؟ بلاش نشوف مين اللي خد الكرسي ده كده؟ واحد بس؟ خد الكرسي قبل كده أساسيات مش واحد بس؟ على فكرة على الأساس الثاني اثنين ثلاثة ولا حليت؟ ها؟ طلع كام؟ سالب ايه على اس زد؟ ايه بس؟
سالب ايه على اس ولا ايه؟ طيب بص كده اهي الراجل بيقول لك اليو ديت يمين، اليو هي واحد صح، بس من اول زيرو للمال نهائي، وزيرو ما دون ذلك اللي هي الرتبه بتاعتك. طب مش مهندس احنا اتفقنا ان احنا هنكمل من زيرو لكام؟ مال نهائي. يبقى من زيرو للمال نهائي اليو كام في الوقت ده؟ يبقى دايما هنشيل اليو نحط كام؟ واحد. يلا يا هندسه اي اس سالب اف اوف دي في اي اس سالب اس تي صح؟ شيل الاف حطها في قيمتها اهي. نبدا نعمل ايه؟ اثنين اي مضروبين في بعض نجمع ايه؟ جمعت الاس، ادي الاس لما جمعت سالب اي اوف دي واس اوف دي صح كده؟ جمعت الاس هندسه تكامل الداله الاسيه نفسها على على مشتقة الاس صح كده؟ نفسها يعني ايه هندسه؟ اهي اي اس سالب اس اوف اي اوف دي على مشتقة الاس، مشتقة الاس دي ليها مين؟ اس زائد اي بس بالسالب. امال الاي دي جت من ايه؟ الاي دي كانت سالب برضه صح كده؟ انا غلطان صح؟ ولا اشتغلت ايدي؟ ها؟ حلو الكلام مش مهندسه ابتدي بقى عوضي من زيرو لما نهاية. لما تيجي تعوضي من لما نهاية اي اس لما نهاية بزيرو، يبقى كل اثنين ولا بزيرو ناقص صح كده؟ دي الغلطه اللي عندي ناقص ناقص في ناقص بموجب صح كده؟ اي اس صفر يبقى اثنين مليار شايف فاضل لك يعني اسم ده ايه؟ ايه ده؟ ايه ده بقى؟ دي مين دي؟ دي لباس دي مين؟ دي مين؟ بالله عليك بقى تشتغل مع ده ولا مع ده؟ بص كده بص كده لما انا اقول لك حد السوليوشن بتاع ده ولا السوليوشن بتاع ده؟ طبيعي يا هندسه ساعه ما اقول لك حد السوليوشن بتاع ده هتقول امسك المقام ساويه بالصفر يبقى الاس بيساوي سالب ايه؟ هو ده الحل بتاعه. طب هات لي السوليوشن بتاع ده هتلاقي نفسك كنت عامل كده. نعم هات لي انا حل انتوا ما بتعرفوش غير دي. هات لي مين؟ آلة حاسبة تكون آلة حديثة علشان خاطر أدخلها في الموز وهي اللي تحل لي. انتوا فاهمين أنا بعمل إيه؟ أنا بحول الصيغة دي هندسة علشان دي أنا مش عارف أحلها للصيغة اللي أنا أعرف أحل بيها. طيب حد شايف حاجة؟ ده شيء طبيعي. بص كده هندسة اكتبوا ده واكتبوا اللي جاي ده حاجة كده عشان تبقى أنت عارفها أوريدي. لما اقول لك دلة ولا بقول لك دلة كده مش انا قلت لك من شويه في حاجه اسمها يو صح كده؟ انت قلت لي يو ديت هي مين؟ واحد بس واحد من هنا صح كده؟ هي بالشكل بتاعها دي. طب لو انا قلت لك ار اوف تي، ار اوف تي هي مين؟ تمام تمام. الرمل دي شكلها ازاي؟ اهي صح كده؟ طب لو انا قلت لك بدل ما اقرف دي يعني دي معناها تربيع انت تعيد بتاعها بقى انت هتحسبها ازاي؟ اللي انا بقى عاوز اوصلها لك قبلهم الاثنين في حاجه اسمها امبالس سيجنال. امبالس يعني ايه؟ تديك واحد في نقطه واحده بس عند مين؟ في اي هندسه. الرمز بتاعها ايه؟ انا عايز اقول لك ايه؟ وانت في المساء ارجع كده يا هندسه كده ارجع كده انا كنت طالب منك تجيب الداله بتاعت مين؟ A في E اس سالب A في E مضروبه فين؟ انت اللي قلت من نفسك ان U اوف T هو واحد. طب ايه رايك لو انا قلت لك ده U اوف T خليتها R اوف T؟ طب شلت لك U اوف T وخليتها سيجما اوف T انت بقيت عارف الشكل بتاعها ومش عارف. بصوا الفكرة؟ تمام. طيب أنا بعد ما عرفت الشكل أهو أنا خلاص بقيت عارف دي كده، دي البارابوليك، دي الرام، دي الستيب، دي الإمبارس. هل الكلام؟ لسه الفضل اللي تحملها إيه؟ اللي هي ساين وين. طيب الجدول الثالث حفظ. حفظ علشان خاطر أريح نفسي منه ومن دوشته. هندسة. لابلاس الدالة دي بكام؟ واحد. واحد. لابلاس للدالة دي بكام؟ واحد على اس. لابلاس للدالة دي بكام؟ واحد على اس ده بي. لابلاس للدالة دي بكام؟ ها؟ ثلاثة على اس صفر ثلاثة على اس صفر
طالما دخلت 3 على 4 وكده كده تبقى بتقل مضروب الان معلش حسين زي ده ها موجوده قدامنا كده ثلاث ارباعيه لو دي مثلا ده تفعيليه ماشي يبقى 3 مضروب مضروب مين الثلاثه على مين بقى اس 3 زائد 1 طب لو هي داله ارباعيه 4 يعني يبقى مضروب الاربعه على اس 4 ده اس 5 1 وصلت تمام ده اللي كنت بقول هي الداله دي هي يوف دي ده احنا قلنا ان هي بتساوي كام على كام في الدومين واحده على اس اللي هي في الطيب دومين بتساوي كام هي يوف دي صح كده دي هي مين يوف دي امال دي تساوي كام الار دي بتساوي كام دي 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 اهي دي في النص الموجب والنص السالب ولا دي في نص الموجب بس طالما في النص الموجب بس يبقى لو ضربتها في اليو شيلو كانت في الموجب وفي السالب صفر يبقى دي عباره عن دي في يو في طب انا هقدر مش انت قلت ان الناس دي لازم دي رسم تمام اي حاجه ده دي في نفس الخط المستقيم بس في الموجب ولا في الموجب السالب في الموجب في الموجب ايه ده اللي كانت في الموجب شغاله بس بس بواحد اليوم يبقى دي لو ضربتها في واحد انا عملت حاجه يبقى واحد بس واحد في الموجب بس ليه يكون في كام وصلت وصلت بس طيب تاني يبقى الداله الرام هي دي في يو ايه يو في دي دي في يو الداله الداس بتاعها اللي هو كام؟ واحد اس تربيع ثاني هندسه ثاني هندسه عشان انت عايز تحفظ دي هنقول ان اليو اوف دي الداس بتاعها كام؟ واحد اس دي في يو اوف دي الداس بتاعها كام؟ واحد اس تربيع اللي انت قلت عليها دي مين؟ صح كده؟ صح؟ مش مهم كل ما تضيف هنا دي بالاس تزود هنا الاس واحد وصلت؟ وصلت؟ يعني الأس ده لما يبقى باتنين بثلاثة بأربعة ساعة ما تلاقي أس زي ده تعرف على طول إن في إيه هنا؟ دي تعرف على طول إن في إيه هنا؟ دي حلو الكلام طيب احنا اتفقنا مع بعض إن السيجما اللي الناس بتاعها كام؟ اليو اللي الناس بتاعها يعني الرام أو اللي هو الدي في اليو اللي الناس بتاعها طيب الدي أس إن في يو مضروب الـ هي دي دي يبقى مضروب الـ N على S أس N زائد مين؟ زائد 1 ها؟ واحد زائد من واحد فين؟ واحد زي ما لو بس تي كان لو بس تي ده دي اللي انا قلتها هو هي مضروب فوق مضروب مضروب الاس على ان زائد 1 عشان كده اتريق عليا دكتور هاني كويس وجاتا واحد اسمه مش عارف ام برمن حاجه كده في الامن الكريم كده شغالين كده دكتور كده هناك هتلاقيه بيتدرب انا عندي صح وسواس اصلا ده صح ولو بنفس اللوجيك بتاعه بكلمه على اللي هي بتاعه الاس تي وسين ما فيش الوقت صح لا انا هو جنب الاس بس هي مضروب ان على اس اس ان زائد بس ايوه على اس على اس اس ان زائد 1 هنا تقدر انت صح كده؟ اه وانا خلاص كده عارف
عشان كده قلت انا من شويه على استوديو السفارة. معلش بس كده ما تقدرش لو انا حاجه لو لقيت داله لب ايه مش سالب ايه دي مضروبه في نقطه ايه تحولها لمدرسه ازاي مثلا ثاني واحد على اس سالب في طرف دي ازاي دي ايه يعني لو قلت لك اي استسالب 3 تي يو اوف تي ده الناس يبقى لها كام؟ واحد على تمام وصلت؟ تمام طيب الساين والكوزاين قال لك الساين اللي هي عباره عن اوميجا عن الاس تربيع طب والكوزاين؟ اس على اس اس عن الاس تربيع ازاي؟ ايه ده؟ المقام هو المقام؟ الفرق ما بينهم ان ده اوميجا تاني اس منع بس ان احنا نوع المستنتج كتير زميلك يقول انا ما بحبش الخمسه ولا لو انت عايز تمشيها طبيعي اي دله من الدوال اللي فوق وفوق ده يمشي بيها طبيعي زي ده اللي هو ايه تكامل من زيرو اف و جي في دي اس سالب اس دي دي تي وعوض عن الداله دي بالداله اللي احنا خدناها عوض عنها كيو او عوض عنها سيجما او عوض عنها الرام او عوض عنها الساين او عوض عنها الكوزاين هتعوض باي واحده هتطلع لك الدوال اللي احنا ليه في الدنيا فنظرا للسرعه بس وانا في الامتحان مني ليكم هبقى مديكم الجدول ده عشان ما تبقاش حفظت حاجه ما حدش يقول انا حفظت حاجه بس برضه السهوله بتاعتك حاول تخليك تبقى ايه من كتر الحل تبقى ايه حفظ طيب بعض الخواص الخواص عادية ومبقاش اي مشكله بس اللي انا كنت عايز اقوله لك ايه اقوله لك بعد شويه لو انا قلت لك حاله لباس بمين لداله اف و تي كنت هتقول ان هي مين هو بس صح طب لو انا قلت لك لباس لثابت مضروب في اف و تي كنت هتقول للثابت مضروب في مين صح ولا غلط طب لو انا قلت لك حل لابلاس للداله اف اوف تي واحد زائد اف اوف 2 اوف تي هتقول لي ايه؟ هتقول لي اف واحد اس زائد صح كده ولا ما طيب اللي جايين دول بقى اللي انا عايزه لو انا قلت لك حل لابلاس للتفاضل واي دبل دوت تروح على طول كده كل نقطة من دي تحولها لإس. تاني؟ تاني. واي دوت اللي بس تحت اس واي اس 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 واي اس واي تريبل بس ده كيف؟ اس ده كيف؟ واي اس تكامل الواي واس واي اس واي اس على اس التكامل واحد على اس ده التكامل مضروب في مين؟ ده بيحدث يبقى التفاضل كل تفاضل هنحوله مين؟ لاس كل تكامل واحدة على اس سهلة؟ نعرف الشغل؟ هما دول الثلاث حاجات الأساسيين اللي أنا هعلمك إيه عليهم أهو ان التفاضل اس التفاضل تربيع اس تربيع التفاضل اس ان اس اس ان التكامل بواحد على اس واضح؟ طيب حد كده بقى يجيب لي حل المعادله التفاضليه دي الناس لو انا قلت لك حل المعادله التفاضليه دي من غير الناس مش هتعرف
طب بلابلاس حولها لي كده لابلاس حولها لي الاس دومين شباب اي حاجه ترمي جنب اللابلاس انا معتمد بص كده انت هتبقى فوق زيرو انيشال كونديشن اي ترم كان جنب اللابلاس معتمد على الانيشال كونديشن وانا مصفر انيشال كونديشن في كل السوليوشن بتاعتي عشان برضه تبقى مستمره كان في هنا اف زيرو اف زيرو كل زيرو زيرو يعني ايه؟ انا مصفر انيشال كونديشن يلا شباب شيل كل التفاضل وحط اس ها يبقى المعادله بقى شكلها ايه؟ اس تربيع زي 12 اس زي 32 كل ده مضروب في ايه بره؟ واي اوف اس يساوي 32 على حسب واي اوف اس لوحدها بعد كده برش فراكشن ها دي اللي انت حليته كده صح؟ بص كده على البورد ده اللي انت حليته سابقا دلوقتي ها حسب الواي الطرف لوحدها ها يبقى تمتك تكون 32 على اس مضروبه في اس تربيع زي 12 اس زي 32 صح؟ ولا انا كده غلطان؟ ايوه هندسه خدتوا حاجه اسمها البرشر فراكشن ايوه خدتوها؟ ايوه يلا هندسه كده هات لي كده الترم ده يتحول ازاي من برشر فراكشن؟ ايه على يعني اس كي 1 على اس وكي 2 على اس زائد 4 كي 3 على اس زائد 8 صح كده؟ ايوه هات لي كي 1 وكي 2 وكي 3 الليمت لا حتى انا عاوزك تجيبها من مجرد النظر ما تقعدش تكتب كتير عوض يا هندسه وخدها لي يا ابني عوض وخدها لي طيب قول لي كام كام؟ اول واحد كي 1 بكام؟ هندسه مش خدت الكلام ده؟ على 4 عايزين نجيب كي 1 يا هندسه نعمل ايه؟ 1 هنا الاس بكام؟ بزيرو روح هنا شيل الاس وعوض بزيرو زيرو هنا اتفضل زيرو هنا اتفضل 8 تمام 4 8 نبدا هنا على 32 يبقى كي 1 تساوي اهي عايز نجيب كي 2 يبقى الاس تساوي سالب 4 اروح هنا اشيل الاس تساوي سالب 4 اشيل يتفضل لك اس هنا عوض بكام كام؟ والاس زي التاني عوض اس بكام؟ سالب 4 يبقى هنا 4 وهنا سالب 4 4 ب 4 سالب 16 32 على سالب 16 سالب 2 اهي ها روح تاني عوض عن اس بيساوي سالب 8 تطلع لك كام؟ سالب 8 بعد ما تشيل ده كام؟ واحد هندسه يبقى واحد على اس صح؟ سالب 2 على اس زائد 4 سالب 1 على اس صح كده؟ تاني اهو يبقى المعادله حد جابها لي كده؟ معلش خد 10 دقايق صح كده انا غلطان صح هندسه تاني دي المعادله اللي هي اسمها ورقه رجع بقى بس واقف ايه طب ما ترجعها بقى بالانفرس بتاع الناس اللي وضعها الطبيعي عشان تجيب السوليوشن احنا كده حلينا بلابلاس رجع دي بقى بلابلاس العكس واحده واحده كده هي مين اللي كان بيديني واحده على الاس؟ اليو فاكرين الكلام ده؟ يبقى دي بتساوي يو مين اللي كان بيديني طب شيل الاثنين دي شيل الاثنين لا واحد على الاس ده ضربه يبقى سالب اثنين هذه مضروبه في اي بس سالب اربعه اي في يو في صح؟ طب وليه بواحد زي ما هي زي ما هي حلو؟ اي دي بكام؟ ثمانية دي لما تاخد يو عن المشترك اتفضلك واي دي واي بس صح هي يو كام؟ يعني انا ممكن اشيل دي ودي يبقى الواي تساوي واحد ناقص اس سالب اربعه دي زائد دي اس سالب 8 دي حل المعادله وصلت انا بس بقى واحده واحده وهقول لك دي هنستخدمها كتير بعد شويه خلاص يا شباب
نفس الحل نفس الحل نحاول تحضيرات دي لهم عشان ايه تسهيل فيها مشكلة؟ طيب حد يدير يديني الانفرس بتاع الناس دي بسرعة يلا بسرعة بسرعة واحد على الاس زي التلاتة بس قص تربيل فيها شيفتنج دي قص تربيل يعني كيف يو كثير مستر في هاوس الكلام فيها شيفتنج هي مين الاس زائد 3 ديت اللي هي مين ايو سالب 3 دي ايو سالب 3 تي تي بس طالما فيها تربيع حط تي قبلها صح كده حط تي ايه قبلها انا كنت بشرحها لك هنا بس في النهايه اهي تي اس سالب 3 تي حط ايه بقى تي قبلها تي اس سالب 3 تي حط ايه وما تنساش تضرب في مين يو تي كده كده الواحد مش لان اليوم كام؟ بواحد تاني اللي انت كنت بوليوشن صح؟ طيب حالة تانية لما يبقى عندك جذر في المقام مقرر زي كده اس زائد اثنين بس كل كام؟ هتعملها ازاي في برشا فراكشن؟ اتوقع لا 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 اعملها بالله عليك ايه بجد ايه؟ اعملها يلا انا عايز تايم ريسبونس عايز اف اوف تي فانت لازم تحولها للبرشر فراكشن وكل ترم لوحده وبعد كده تجيب الانفرس لابلاس طب يلا مش قادر تحلها حاضر بس في الامتحان ما تبقاش تزعل وتقول لي انا واقف على درجه عشان انا عشان الكلمه دي السنه دي انا سمعتها اكتر من حوالي 90 طالب مش نساش انا واقف على درجه عشان انجح الدرجه دي بتيجي بقى من الكسل بتاعك ده طلعت زميلك بيقول خلي بالك انا لما احولها هتبقى كي واحد على اس زي واحد زي كي اثنين على اس زي اثنين تربيع بس طالما لا تربيع يبقى لازم يبقى فيه ترم تاني اس زي اثنين من غير التربيع صح كده؟ يلا بقى كي واحد بكام؟ ها بوجهه النظر حتى كي واحد هنشق هحط هنعوض على اس سالب واحد شيل دي اس سالب واحد يبقى هنا واحد يبقى باثنين يبقى كي واحد بكام؟ باثنين طيب كي اثنين اللي هو التربيع المقدار اللي هو التربيع عوض على طول ها هنشيل الاس اللي كنت جايب سالب اثنين شيل المقدار ده نحط هنا سالب اثنين يبقى سالب 2 زائد 1 بكام؟ سالب 2 سالب 1 2 على سالب 1 سالب 2 يبقى في 2 اهي في سالب 2 انا اشتغلتها بالطريقه دي على طول اهي طيب كي 3 ده في 2 اهي كي 3 هندسه كي 3 مفيش طريقه تجيبها بالطريقه المباشره اللي احنا بنقول عليها لازم نعوض هنعمل ايه؟ اضرب طرفين في وسطيه اضرب طرف ده هنا ها حد يضرب معايا كده؟ حد يضرب معايا كده؟ يبقى فاضل ايه هنا؟ اضرب يا جسم لما ده يضرب في الترم الاولاني اس زائد واحد هتروح معاه؟ اس زائد واحد اتفضل ايه؟ اس زائد اثنين كل تربيع مضروب في كام؟ اثنين زائد لما اضرب الترم ده هنا اس زائد اثنين تربيع هتروح مع اس زائد اثنين تربيع اتفضل لك؟ سالب اثنين في مين؟ اس زائد واحد زائد ايه ثلاثة؟ مين هندسة؟ اثنين اس زائد واحد اس زائد اثنين مش مهم وعامل اس تربيع هنا بكام؟ زيرو وعامل الاس هنا بكام؟ زيرو الحد المطلق هنا بكام؟ تعرف تضرب المقدار ده كله؟ طلعها لي معدل؟ طلعها لي اي معدل من هنا ومسجل معامل الاس تربيع وساووه كام؟ ومعامل الاس ساووه كام؟ ومعامل الحد المطلق ساووه كام؟ اي معادله فيهم الثلاثه هتطلع لك كام؟ وصلت؟ طيب انت لما تخلصها هتطلع بكام؟ اهي بكام؟ سالب 2 صح كده؟ هندسه ارجع بقى عوض كده دي بكام؟ دي بكام؟ لسه جايبينها
دي كانت 2 وديت 3 يبقى ادي الاف اوف تي كام بقى؟ يلا بقى تعملي لي بس عكس دي تبقى كام؟ 2 اي سالب تي اي سالب تي يو تي يو تي زائد دي سالب 2 سالب 2 تي سالب 2 تي دي هنضيف على ايه؟ حلو كده احنا هنعتبر المنظر ده كده دي هتضيف عليها دي عشان التربيه امال ده هتعمل ايه؟ بص يا هندسه ايه بيعرف يطلع الدلك سهله طيب انا لو جات لك في من ضمن المسائل حاجه زي كده المقام البسط مش واحد ولا اثنين اس زائد واحد تفرق معاك؟ فيها مشكلة؟ خالص؟ حلو كده انا حللتها لك كده ومطلع لك القانون حلو طيب لو ظهر لك في المقام اس تربيع اس واس تربيع هنخليه مره اس مره اس تربيع يعني حد اهو في اس وحد كام؟ اس تربيع ونشتغل عليه خالص وصلت؟ وانا برضه احللها لك عشان ما يبقاش لك ايه؟ اي حاجه واضح يا شباب؟ طيب نكمل لو المقام كان حاجه بقى هي الساعه كام 12 عندنا تدريب 12 دقيقه الدقيقه هي دي اللي معايا ناخد الدقيقه لو المقام بقى كان كومبلكس يا شباب حاجه زي كده حد يحل بقى بالله عليك ايه ده امال ده احنا بنعملها ازاي اربع كمان دي يعني الاس لوحدها على كي واحد على الاس ومقدار ثاني ده كده وانت ما تحطش هنا في 2 ليه؟ قال لك لا لما يبقى المقام من الدرجه الثانيه يبقى البسط من الدرجه الثانيه لازم البسط اهو يقل عن المقام بكام؟ واحد بدرجه واحد عارفين الكلام ده كويس؟ ايوه هندسه الكي واحد هنا هيساوي كام؟ ايوه اوعى تقول كام؟ 3/5 او عوض بزيرو زيرو زيرو فضل 5 يبقى 3 على كام؟ بعد ما تعوض ب 3 على 5 سوي المعاملات بقى بس زي ما لسه عامل في ايدك اهو سوي ايه؟ حلو الكلام انا مش هطلع معاك في حوارات ثانيه انت بتسوي المعاملات وبتطبع على الحاجه زي فول الحاجه تمام دي من مساويات مين؟ معاملات معادلات انا مش هتكلم معاك طيب بص يا هندسه انا سويت المعادلات والمعادله طلعت كده دي الشكل البيت ده احولها ازاي بقى للتايم ريسبونس بالانفرس لابلاس زميلتك بتقول لي انا عارف الخيط ده كويس يبقى 3 على 5 في يو في صح كده؟ حلو الكلام ده بقى احنا في ايه؟ ايه؟ الناس هو مين اللي كان في اس تربيع تحت؟ صايم صايم طب هو مين اللي كان في اس فوق؟ الكوزاين صح كده؟ هو انا ليه حاسس ان الترم ده ممكن يروح لساين او يروح لكوزاين او يروح لحاجه زي ساين على كوزاين؟ طب نشوف ازاي تعملها؟ طيب بص هنا يا هندسه احنا هنشتغل على ايه؟ لو اشتغلنا على الساين على الكوزاين بس مش الكوزاين لوحدها الكوزاين مضروبه في اي اس سالب اي تي تمام كده؟ هديك بقى معايا كده لابلاس ل A في T و سالب A T كوزين أوميجا T تعملها ازاي يا احنا اتفقنا مع بعض لما يبقى في سالب يطلع لوحده ولا ما يطلعش؟ انا ماليش دعوه بالسالب طيب هي الكوزين كانت بتتحول لايه؟ اس على اس تربيع زائد طيب هي T و سالب A T كانت بتعمل ايه؟ كانت بتشيل كل اس وتحطها اس زائد A يبقى دي ودي اس زائد ايه الكل بقى ايه؟ شايف الفكره؟ شايف الفكره؟ طب هندسه بنفس المبدا كده لو انا قلت لك ايه في اي وس سالب اي تي بس ساين بقى حد يقول لي كده هتساوي كام؟ يبقى ايه؟ هنا مين؟ قول مش هتحتاج نس على اس زائد كل تربيع هنا زي صح كده ولا غلط
صح؟ أيوه. هندسة. ايه رايك بقى؟ هتستني مالك وزاي. لو انا جمعتهم الاثنين على بعض. هيروح طالع لك حاجة بالمنظر ده. كده كده بس هو بقى كده. وانا ليه ملاحظ ان في فوق اس وفي تحت اس تربيع. مش دي كده بقت اس تربيع زائد 2 ايه؟ اس زائد ايه تربيع زائد اوميجا تربيع. صح كده؟ يبقى انا بس عاوز اوصل لحاجة. ان المقام بقى فيه ايه؟ اس تربيع. والبسط بقى فيه ايه؟ اس بس. نرجع بقى لورا كده. وانت كنت عايز المقام البسط فيه ايه؟ اس بس. والمقام فيه ايه؟ يلا هندسه بقى بصنعه لطافه منك كده وشغل معلمين زي ما بيقولوا كده. حط لي الصيغه دي في نفس الشكل ده. مش عرفت تعملها؟ هتلاقيني انا عاملها لك في النهايه واخد لك مش عارف الايه ده كام؟ واحد وقوم هنا بكام؟ باثنين وعامل لك المهم ان الصيغه دي هي الصيغه دي هي نفس الارقام مش كده؟ بس كل الفكره انا بدات اطلع من هنا قيمه الاوميجا طلعت كام؟ وقيمه الايه طلعت كام؟ ايه ده؟ الايه واحد والاوميجا باثنين صح كده؟ يعني انا اقدر اقول لك ان هي كانت عباره عن كوزاين انت كنت بتقول كوزاين ايه؟ اوميجا تي ايه اوميجا كام؟ يبقى كوزاين 2 تي صح كده؟ زائد ساين ايه؟ اوميجا تي اللي هي 2 المعادله دي لما تطلع هتلاقيها طالعه عليك كوزاين زائد نص ساين. الفكره وصلت؟ انا بس كل الفكره اللي انا كنت عاوز اوصلها لك ان لما تلاقي المعادله طالعه معايا اس فوق واس تربيع تحت اعرف على طول ان هي جايه من مين؟ ساين وكوزاين. ساين وايه؟ كوزاين. روح البيت كده حاول تعوض الارقام دي كده شوف هتطلع معايا، ما طلعتش معايا انا هديها لك المره الجايه كده على طول. بص تعمل في المربع ممكن تعمل كل الانتباه المهم ان انت تطلع من الدرس ده بس شباب زميلك هياكد عليه ان النهارده الحدث الساعه 9 يوم الخميس بعد يوم الساعه كام؟ الخميس ده